طلح النصر والدوخي حاضر امامنا. كرة داخل منطقة الجزاء وتهيئة هنا امامنا، محاولة التنقل وضربة جزاء هي البداية ليس الا من العالمي. عبد الرحمن القحطاني حكم اللقاء يعلن عن ضربة جزاء، وشوف هنا الجماهير النصراوية الكبيرة والأمير فيصل بن تركي بكل تأكيد ابتسامة داخلية قلبية لا على محياه في الكرة الماضية. إذا لقطة أولى وضربة جزاء تقف لها الجماهير النصراوية على القلوب قبل أن تقف على الأقدام. إذا محاولة الآن أمامنا مواتية لهدف أول لافتتاح التسجيل مبكرا لفريق هذا العام غير هذا العام غير العالمي. كرة في الأمام كانت وبالإعادة سنجد الإفادة. شوف تدخل الكرة الماضية بكل أمانة، أكون صريح، اللقطة الماضية بالإعادة أراها لم يكن فيها شيء. عموما ضربة جزاء للنصر، كرة مرعوبة والهدف الأول لفيكتور فيغاروا، الهدف الأول يأتي والصفقات والآهات تنطلق من المدرجات إذانا بهدف أول. هنا الفرحة الأولى لجماهير العالمي، جماهير النصر بهدف أول. وين ضيف ثقيل حتى الآن في ملعب النصر، شوف الفرحة حاضر أمامنا بكل تأكيد للجماهير الكبيرة، وفيكتور فيغاروا يدون الهدف الأول لصالح النصر. إذا أولى الأهداف تأتي، شوف الحارس عبد الرحمن عبد العزيز المرزوقي في زاوية، وفيغاروا وزحى في زاوية لتعانق الشباك وتعلن عن أولى الأهداف النصراوية. هذا العام غير، فريق لا يرى إلا الصدارة، لا يرى إلا الصدارة أمامه، وتأتي التحية لجماهير